وما فيش مباراة سهلة في الدوري، مش معنى انه البنك الاهلي يعني حديث الصعود للدوري الممتاز يبقى المباراة اللي جاية امام الاهلي فنقدر نقول عليها سهلة ولا لا؟ اكيد مش سهلة كابتن رمضان. الحقيقة الموسم ده بادئ بالحقيقة اولا يعني حتى الاندية الصاعدة يعني عاملين موازنات بتفوق اندية كبيرة كمان في جوه المسابقة. نعم. يعني موازنه مثلا سيراميكا، موازنه بنك اهلي بتفوق مثلا انديه شعبيه اسماعيلي، اتحاد، فرق كتيره الحقيقه. فعشان كده المسابقه قويه جدا، بادئه قويه جدا. وما فيش مثلا كان الفرق الصاعده، ثلاث فرق الصاعده هاني كنت بتقول ايه؟ لا دي فرقه لسه صاعده ومش عارف ايه، لا ده في نديه قويه جدا الحقيقه. اول يوم طبعا. وخلينا ناخد من يمكن المباراه اللي خلصت يمكن من ساعات قليله، فوز فريق الجونه على الفريق الاتحاد السكندري 2-0 ووصول الجونه للمركز الثالث وبرصيد يمكن 7 مباريات بعامل 15 نقطه. ده كمان من المفاجآت، خلينا نتكلم عن مفاجآت الدوري خلال السبع الاسابيع، يكون الجونه اللي كان بيعاني السنه اللي فاتت من يمكن صراع الهبوط وصل للمرتبه الثالثه يعني. بالظبط. اعتقد ان الجونه الحقيقه عامل بدايه رائعه ولا اروع الحقيقه، والنهارده بيلعب تيم كبير وتيم طبعا يعني الحقيقه مدير فني بتاعه طبعا حسام حسن ومدرب كبير ومدرب يعني ولاعيبه مميزه كمان وهم الحاج محمد مصلح السنه دي مدعمين كمان الحقيقه بشكل قوي جدا. يعني لو قلنا مثلا ان ممكن تبقى الموازنه مش زي سيراميكا او زي البنك الاهلي في الماديات، لكن الحقيقه في الفنيات هم مدعمين لعيبه على مستوى عالي جدا وسددوا المراكز اللي هم كانت ناقصه عندهم الحقيقه في خلال الموسم اللي فات. لكن للاسف الشديد نتيجه النهارده دي النتيجه تعتبر نتيجه سلبيه للاتحاد السكندري، وطبعا بنشيد طبعا برضا شحاته الحقيقه عامل بدايه قويه جدا 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 في المسابقه. لسه المباريات والدوري مفتوح ولسه طبعا وكل التوقعات مفتوحه يعني والسيناريوهات.